السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ثالثة ثانوي، مكملين إن شاء الله مع بعض فيديوهات مراجعة مادة الفيزيكس. هنحل إن شاء الله في الفيديو دوت جنرال إكزام 9. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. A circular metal ring carries an electric current whose direction is as shown in the opposite figure. Which of the following direction represents the direction of the magnetic field due to the flow of electric current in the ring axis أو in the ring؟ طيب بص معايا كده، انا شغل الكاميرا علشان تشوفوني دلوقتي. انت لازم تعرف اتجاه الكرنت في الرينج اتجاهها فين، لفوق كده. لو هو الفيز او الوجه يعني اليمين هيبقى طبعا كلوك وايز. لو انت مشيت معايا لفوق كده بايدك اليمين مش الشمال، مشيت معايا لفوق كده تمام، هتلاقي انت الثمب بقى الابهام ده مشاور ناحية الشمال، فهو ناحية مين قدامك انت في الورقة؟ ناحية negative direction of the x-axis، فالإجابة هتبقى C. هذا أول سؤال. طيب تعالى بعد كده للسؤال الثاني. From the properties of photons، من خصائص الفوتون، its energy depends on the frequency. أيوة عارفين الـ energy بتاعت الفوتون equal h nu. طب ما الـ h ده رقم ثابت، يعني لو الـ frequency زادت by increasing the frequency the photon energy increases and vice versa، والعكس صحيح، واللي قال الكلام ده طبعا ماكس بلانك. طيب B it can be accelerated through an electric field، ممكن اسرعه؟ لا، ده سرعته ثابته اللي هي C equal كام؟ 3 times 10 باور 8. ما هو الفوتون دوت لايت، ضوء ليه سرعه ثابته في السبيس او في الفراغ؟ طبعا متر بير سكند، عمري ما اعرف اسرعه. يعني اتحكم في المومنتم بتاعته عن طريق الام بتاعته مش السي، السي ثابته. its speed depends on kinetic energy، لا، فالاجابه هتبقى ايه؟ طب نشوف دي. it deflects due to the effect of the electric field، لا برضه، لانه هو uncharged مش مشحون، فمش هيتاثر بالماجنتيك effect او electric ايه effect. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. the opposite graph represents the relation between the resistance of wire R، بنقوم على طول اهيت. لازم وانت بتحل برضو تركز في اليونت اللي جنب الفيزيكال كوانتيتي اند اتس لينس، واللينس هنا بالايه؟ بالمتر على طول. تمام. if the cross sectional area of the wire is 0.1 سنتيمتر باور 2، ديت الاريا، هتحول من السنتيمتر باور 2 الى المتر باور 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4. then the resistivity of the wires material layer رو اي ايكوال دوتس. انت عارف ان الرو اي قانون محفوظ على طول، عباره عن ايه؟ عبارة عن الـ R A over L. ماشي. تم الـ R over L ديت هي السلوب، يعني هي عبارة عن سلوب اللي هتطلعه تايمز الاريا اللي عندك. طلع لي كده سلوب على جنب equal، هتقول 24 minus 0 هنا كده يبقى 24. طيب وهنا برضو 150 minus 0 ديت يبقى 150، يبقى 24 over 150، او تعملها على طول رو اي ايكوال بدل ما اعمل على الكالكوليتر مرتين 24 اوفر كام 150 تايمز الاريا بقى 0.1 تايم 10 باور نيجاتيف 4. اعملها كده على الكالكوليتر هيطلع لك 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اوم متر. نمبر 4 ان ذا هيدروجين اتوم وين ذا الكترون از ريتيرند فروم ذا سكند انرجي ليفل to the first level a photon of wavelength lambda is emitted. لما يعود يعني من الثاني للاول يخرج فوتون الويف لينث بتاعته لامدا. So if the electron is returned from the fourth energy level to the first energy level، لو رجع منين؟ ها، من الفورث للفيرست، اكيد الويف لينث هتقل. يعني انت بتحل عمرها ما تطلع ايه ولا بي، لان الانرجي هتزيد فالفريكوينسي هتزيد فالويف لينث يقل. So the wavelength of the emitted photons equal dots. ماشي، ما انت عارف ان الاي او دلتا اي equal h nu، اللي هي برضه ممكن تقول دلتا اي equal h c over lambda. ال h وال c ثوابت للفوتون، يبقى العلاقه بين الدلتا اي واللامدا inversely proportional. فلو انت حبيت تجيب لامدا 2 over lambda 1 هو قال لك بلامدا، يبقى equal دلتا اي 2 اوفر ايه؟ دلتا اي 1. طيب
كمل معايا كده، لامدا 2 اوفر لامدا 1 اللي هي لامدا ايكوال دلتا اي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن اي 4 ماينس اي 1، ما هيرجع من الرابع للاول، يعني من ان ليفل للكي ليفل. واي 1 دلتا اي 1 عباره عن ايه؟ اي 2 ماينس اي 1، يعني هيرجع من السكند ليفل للفيرست ليفل في الاول. ماشي. طيب تعالى بقى اعمل القيم بتاعتهم. انت عارف ان اصلا الاي ايكوال ايه؟ الاي ايكوال نيجاتيف 13.6 اوفر ان باور 2 بالنسبه للهيدروجين. طيب لو انت خدت عملت الكلام ده، جبت الاي 4 يعني حطيت الان باور 2 ب 4 تبقى 4 باور 2 تحت، هيطلع لك نيجاتيف 0.85 ماينس، والاي 1 بكام؟ 13.6. طيب الاي 2 بكام؟ انت هتعمل برضو بدل الان باور 2 ديت هتحط 2 باور 2، هيطلع لك كده 3.4 ماينس كام؟ 13.6 ماينس نيجاتيف، خلي بالكم. يبقى لامدا 2 اوفر لامدا عبارة عن ايه؟ معلش يا شباب، هي لامدا 2 اوفر لامدا عبارة عن دلتا اي 1 اوفر دلتا اي 2، وبتعكس يعني. هشيل ديت كده اهيت تاني، معلش انا واخد لامدا 2 فوق، يبقى هنا دلتا اي 1 اوفر ايه؟ دلتا اي 2. الدلتا اي 1 اللي هي اي 2 برضو همسح ديت، اللي هي اي 2 ماينس اي 1، وهنا اي 4 ماينس ايه؟ اي 1. اي 2 طلعت بكام؟ نيجاتيف 3.4 ماينس اي 1 اللي هو ايه؟ نيجاتيف 13.6، وديت نيجاتيف 0.85 ماينس نيجاتيف 13.6. يبقى هيطلع لك فوق كده لما تعمل انت اكنك بتعمل يعني فوق 13.6 ماينس 3.4، او ممكن ترصها بنفس الرصه ديت بنفس التشارجز اللي عندك، ديفايدد 13.6 ماينس 0.85 طلع لك 4 اوفر 5. طب تمام، يبقى اللامدا 2 الجديده بقى عباره عن ايه؟ 4 اوفر 5 لامدا، يعني انت ودي اللامدا ديت هنا تطلع فوق في النيميريتور طبعا، فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى سي. سؤال نمبر 5، جلفينومتر gives a full screen deflection when a current of 0.01 ampere passes through it. يبقى لازم تعرف ان هي ديت مين؟ اي جي. And also when the potential difference between its terminals equal 4 volts. يبقى ديت يا شباب ال في جي. So to make a device to be valid to measure for measuring a voltage of cam 40 volt. يبقى عايز احوله لمين؟ لفولتاميتر. دي الفولت اللي انا عايز اقيسه. The device should be connected to multiply resistance equal dots. انت عارف ان الار ام قانون مباشر عباره عن ايه؟ ال V minus ال VG over ال IG. ال V عندك اللي هي 40 اللي عايزين نقيسها minus ال VG اللي كان بيقيسها الاول اللي هو 4 over ال IG اللي هي كام؟ 0.01. يبقى اكنها 36 over 0.01 يبقى 3600 اوم، فالاجابه سي. نمبر 6، in an ideal transformer، طبعا هو كده مثالي، ال NB equal 100 turns وال IB equal 8 ampere and the consumed power in the primary coil، يعني الباور B 1 كيلو وات، فهتعرف تجيب ال VB. ال VB عباره عن ايه؟ الباور اللي هو consumed power يعني عند البرايمري كويل over ال I بتاع البرايمري كويل 1 كيلو وات يعني 1000 وات، وال IB بكام؟ ب 8، اكيد يعني 1000 على 8 فالمية 25 125 فولتس، كده جبنا مين؟ الاي بي. طيب so the to produce an output voltage، output voltage الفولتج اللي خارج يبقى هو مين؟ الفي اس. the number of turns in of its secondary coil يعني هو عاوز ان اس. انت عارف في قانون مهم جدا اللي هو الفي بي، بدل اي بي تحط ان اس، ده هو عاوز ان اس ايكوال في اس، بدل اي اس هتحط انت ايه؟ ان بي، فهو عاوز ان اس، فتلاقي ايكوال
في اس فور 500 تايمز الان بي بكام؟ 100 اوفر الفي بي اللي انت جبتها 100 كام؟ 25 يعني اكنها فوق 50,000 ديفايد 125 400 400 ايه ترنز فالاجابه سي نمبر 7 when the temperature of the of a p type semiconductor increases لما التمبريتشر تزيد يعني هل concentration of free electrons لل n يعني increases and the concentration of the hole decreases اللي فيها ال لا طبعا الاثنين هيبقوا هيزيدوا ويكونوا قد بعض بالظبط طيب letter b the concentration of holes increases يعني البي هتزيد and the concentration of free electrons decreases لا لان الاثنين هيبقوا زي بعض The concentration of free electrons and concentration of the hole remain constant. لا هيزيد عشان التمبريتشر زادت فهتفك طبعا البوندز فالان هتزيد والهولز هتزيد. Letter D لازم هي تطلع صح. The concentration of free electrons and concentration of holes increases by the same amount. ايوه بس لازم at equilibrium. يعني ايه at equilibrium؟ يعني عند الاتزان. Number 8 The opposite figure shows a diagram of for the energy levels in the helium neon laser in which level a state of population inversion occurs. يعني بيحصل حالة الاسكان معكوس فين؟ أكيد مش في الهيليوم. بيحصل فين؟ في النيون. هو بيطلع خلي بالك في الهيليوم من الـ E0 عندك لغاية الـ E3. الإنرجي بتاعته يديها للنيون يطلع من الـ E0 لغاية كام؟ E2 وديت اللي هي E1. يعني البوبيوليشن انفيرجن دي بتحصل فين؟ في الاي 2 فوق كده عند السي فالاجابه هتبقى ايه؟ بي. وبعد كده يحصل طبعا استيميوليتد ايميشن من اي 2 لغايه اي 1 ويطلع الايه؟ الليزر راي. الويف لينث طبعا محدده 623.8 نانومتر وقلناها كذا مره. نمبر 9 In the opposite circuit if the voltmeter reading V1 equal 5 volts يعني هنا V1 5 volts ماشي. And voltmeter of voltmeter reading V2 عبارة عن كام 12 volts تمام So the maximum value of the voltage of the alternating current source is approximately equal dots يعني هو عاوز الفي ديت بس مش الفي بقى بتاعتها الافكتيف لما احنا هنجيبها الاول لازم هنجيب في افكتيف هو عاوز مين الماكسيمم فاليو اللي هي الفي ماكسيمم يعني هتجيب في افكتيف تعملها تايم روت 2 هيطلع لك طبعا الايه قيمه الفي ماكسيمم اللي هو طالبها بس هنا ال L وال R same elements ولا different elements؟ different elements فما ينفعش تقول بقى ال 12 ديت بلس ال 5 هي هتبقى ديت ال V effect ما ينفعش تعملهم بلس لان طبعا ما لهمش نفس الفيز فالاجابه هتجيب ال V effect للسورس اللي هو سكوير روت لمين؟ لل V L باور 2 اللي هي 5 باور 2 بلس ال V R باور 2 اللي هي كام؟ 12 باور 2 دي طبعا ب 13 فولت طبعا دي مش المطلوبه لو اخترت هنا 30 اجابتك هتبقى غلط هو عاوز الفي ماكسيمم يبقى الفي ماكسيمم هجيبها ازاي هتقول 13 روت 2 هيطلع لك على الكالكوليتر كده 18.4 ابروكسيميتلي طب هو قربها تاني ليه ما يكونش فيه بوينتس خالص فهي طبعا نيرلي ايكوال كام 18 فولت فالاجابه هتبقى بي نمبر 10 in the opposite figure when moving the wire in a direction shows in the figure هفتح الكاميرا بص معايا عشان فيها direction ديت when moving the wire in a direction shown in the figure the potential of the point A becomes space يعني the potential of point B وبقول لك بقى greater than ولا less than ولا equal to ولا answer can't be determined ماشي دلوقتي هنستخدم الاول رايت هاند رول ولا ليفت هاند رول؟ فليمنج رايت هاند رول مش ليفت هاند رول ليه؟ لان ديت induced electric current in the wire moving a magnetic field. طيب هو بيتحرك الفيلد اولا اللي جوه يبقى السبابه دي كده لجوه والحركه بتاعته ايه؟ يمين فالثمب دي اعملها كده يمين اهي كده هتلاقي انت بقى لو انت عملت انت كده الثمب يمين والدايركشن اللي جوه افرد بقى دي كده هتلاقي الدايركشن بتاع الكرنت ايه ها لفوق كده. طيب قدامك طبعا في الصفحه هتبان وانت معاك الكتاب
فهتولد هنا الكتريك كارنت دايركشن بتاعه كده. يعني انا مثلا لو واخد ديت بوينت اكس وديت بوينت واي، الدايركشن منين؟ ها من اكس لواي. بس الفولتج بتاع مين اكبر؟ بتاع الواي هنا اللي اكبر، لان الواير ده اكنه باتري، وجوه الباتري بيتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف. تمام، ده جوه الباتري. طيب بعد كده ايه وبي بقى ديت؟ يعني هي في الانترنال سيركت ولا اوت سيركت؟ يعني السيركت الخارجيه؟ لا طبعا، في السيركت الايه الخارجيه. فالكهرباء تمشي كده، فهتمشي من بوينت A لبوينت B، فبوينت A الفولتج بتاعتها هيكون أكبر منين؟ من الفولتج B عشان تتحرك من A لB. فذا بوتنشال أوف بوينت A بيكمز جريتر ذان أو مور ذان أو بيجر ذان ذا بوتنشال أوف بوينت B، فالإجابة A. السؤال 11. The opposite graph represents the relation between the wavelengths of the wave that is associated with the motion of the particle lambda and the reciprocal of the speed that particle of that particle اللي هو 1 over v then the mass of that object equal dots. احنا عارفين ان ال PL من دي براولز ريليشن equal h over lambda. ماشي، طب ال PL ده عباره عن ايه؟ ام في، ام للبارتكل تنفير البارتكل ايكوال ايه يا شباب؟ اتش اوفر لامدا. كمل، هو عاوز الايه؟ الام بس. فالام ايكوال ايه؟ هتقول اتش اوفر مين بقى؟ نزل في تحت جنب اللامدا، الفي لامدا. بس لو انت مركز بقى، الفي لامدا ديت طبعا الاتش فوق رقم ثابت اللي هو بلانكس كونستنت مديهولك. الفي تايمز لامدا ديت، ركز بقى، ديت الواي اكسس لامدا، والاكس اكسس 1 اوفر في. لو عملت لامدا ديفايدد او اوفر 1 اوفر في اكنها لامدا تايمز الفي او في تايمز لامدا. يعني تحت هي سلوب، يعني هي ايكوال اتش اوفر ايه؟ السلوب اللي انت هتجيبه. بس هي دي الفكره كلها. طلع لي انت هنا كده سلوب كده بالراحه، هتقول لي ايه؟ الرقم ده ماينس الزيرو، يبقى 3.65 ماينس زيرو 3.65. بس ما تنساش طيب 10 باور كام؟ نيجاتيف 10 فوق اهيت، تحت 5 اهيت، ماينس هنا 0 برضه عند الرقم ده كده، يبقى 5 ماينس 0 5. بس ما تنساش طيب 10 باور كام؟ نيجاتيف 7. هيطلع لك قيمه الايه؟ السلوب. هعملها برضه كده على الكالكوليتر سريعا، 3.65 طيب 10 باور نيجاتيف 10، وتحت 5 تايم 10 باور نيجاتيف 7. طلعت لي يعني قيمه سلوب، هتطلع لك على الكالكوليتر كده 7.3 تايم 10 باور نيجاتيف 4. دي اللي هي مين يا شباب؟ لامدا تايمز الفي. طيب هات لي انت بقى الام المطلوب، هتقول لي اتش اللي هي 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 34 اوفر السلوب اللي هو 7.3 تايم 10 باور نيجاتيف 7 4 تايم 10 باور نيجاتيف 4 ايكوال كام؟ طلعت لك، هو قال لك ابروكسيميتلي يعني تقريبا، او انت هتطلعها طلعت لي كده 6.65 تايم 10 باور نيجاتيف 34 طلعت بالظبط كده 9.075 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 31. ابروكسيميتلي يا شباب 9.1 تايم 10 باور نيجاتيف 31 كيلو جرام طبعا. فالاجابه هتبقى ايه؟ سؤال 12. In the electric circuit shown in the figure, the resistance of R that makes the potential difference between the two points B and D equal zero. يعني بين ال B ديت وال D ديت تكون ال potential difference equal zero. يعني لو انا علقت هنا جلفانومتر او اميتر كده يقرا لي زيرو. الحالة ديت ايه؟ حالة واحدة بس، حالة خاصة، وانا قلتها لكم وانا بشرح قبل كده كذا مرة، وركز في الفكرة ديت لانها هوفر عليك حل كتير.
كل ديت برانش ده يعتبره ار 1، والبرانش ده كده اللي هو ايه ار 2، والبرانش ده كده كله ار 3، والبرانش ده كله كده اللي هو ايه ار 4. امتى لو وصلت، على فكره البوتنشال ديفرنس بتون بي اند دي ايكوال زيرو، معناها ان البوتنشال بتاعت البي ايكوال بوتنشال بتاعت الايه، الكتريك بوتنشال يعني الجهد بتاعتهم قد بعض. لو وصلت فيها اي حتى ريزيستنس هتتلغي كانسل. ليه؟ لان مش هيمر فيها كرنت. طب الحاله ديت امتى بقى؟ حاله خاصه لما يكون ار 1 اوفر ار 2 ايكوال ار 3 اوفر ار 4 مباشره. عوض يا سيدي ار 1 اللي هم الاثنين دول اللي هو 12 وايه و4 بارل دول يبقوا كام؟ 16 4. وار 2 اللي هي ار اللي هي عايزها ايكوال ار 3 اللي هي 1 و3 بكام؟ 4 اوفر ار 4. ار 4 ال 1 وال 1 هنا بارلل يبقوا ايه؟ نصهم 0.5. هتجيب هنا الار في خطوه واحده، يعني هتعمل 0.5 تايم 16 اوفر 4. فكره مهمه وفكره جميله يا شباب. يبقى فوق 8 وتحت 4، فالاجابه هتبقى 8 اوفر 4 بكام؟ ب2 او، فالاجابه هتبقى بي. تعالوا للسؤال 13. بقول لك in the opposite figure a long straight wire carries an electric current of 3 امبير while being placed perpendicular to a uniform magnetic field of flux density 5 times 10 power negative 6. طبعا هنا في بي اكسترنال اهو، يعني في فيض خارجي. So the resultant magnetic flux density at points y and z. بص يا سيدي، لو انت طبقت رايت هاند رول عند الواي تطلع انت بالواير كده لفوق، والواي هتبقى ايه؟ ان او انتو ذا بيج مع الفيلد الخارجي. فعند الواي هتجيب الاثنين بقى اللي هو البلس الفيلد اللي هو الاكسترنال بلس الفيلد بتاعت الايه؟ الواي. طب عند زد بقى ما تطلع كده بايدك عند الواير وتمشي تلف من وراه، يبقى عند زد هيبقى ايه؟ اوت اوف ذا بيج، يعني بيربنديكولار اوت اوف ذا بيج. طب طالما هو اوت اوف ذا بيج والاكسترنال انتو ذا بيج فالاثنين عكس بعض، فعند الزد هتعمل البي اكسترنال ماينس البي واير، او البي واير ماينس البي اكسترنال، الكبير ماينس الصغير يعني. من الاخر عند الواي هنعمل بلس وعند الزد هنعمل ايه؟ ماينس. هي دي الفكره. طب تمام، تعالى بقى هات لي البي واير، هات لي كده البي بتاع الواير عند واي 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي اللي هي 3 اوفر دي اللي هي كام؟ 0.16. ديت عند الواي طلعت لك كام على الكالكوليتر؟ 3.75 تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 6 تسلا. يبقى البي توتال عند الواي هتقول بي اكسترنال اللي عندك اللي هي 5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 بلس البي بتاعت الواير عند واي اللي هي 3.75 تايم 10 باور نيجاتيف 6. طلعت لك كام؟ 8.75 تايم 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. ماشي، فهي طبعا هستبعد انا A وهستبعد مين؟ C، عشان عند بوينت Y هي 8.75 تايم 10 باور نيجاتيف 6. طب هات لي بقى البي بتاعة الواير عند بوينت A Z، هتقول ايكوال ايه؟ برضو 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7. انا بحل باختصار سريعا على طول علشان الوقت. تايم الاي اللي هي 3 اوفر الدي اللي هي 0 بوينت كام؟ 24. طلع لك كام على الكالكوليتر ديت؟ طلع لك كده 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. فالبي توتال بقى عند زد ايكوال ايه؟ خلي بالك هنا البي اكسترنال اللي هي اللي اكبر فوق كده، يبقى 5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 ماينس 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 هيطلع لك 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. فالإجابة تبقى يا شباب بي.
كده ما طلعتش معانا عند الزد اللي احنا عايزينها في الإجابة بي. طيب تعالى بقى ل 14. 14 ده سؤال طويل شوية، هنصغر عشان الرسمة كلها تظهر. ماشي حلوة كده. هو بيقول لك هنا بقى إيه؟ The opposite figure represents an electric circuit that consists of a resistor of or resistance of 2 ohm. ماشي دي 2 ohm اهي قدامنا. Connected between two parallel rails of negligible resistance، يعني اللي هي الريلز او القضبان اللي بالازرق ديت ملهاش resistance. The distance between them 80 سنتيمتر، يعني 0.8 متر في الحل بتاعي. A metallic rod of negligible resistance is placed perpendicular to the two rails to close this circuit. If the area confined between the two rails is perpendicular to the magnetic flux of density ديت ال B 0.3 تسلا. Then the magnitude of force، عاصمة الفورس يعني، which required to move the metallic rod with the uniform speed ديت ال speed مديها لي. الفكرة بتاعت المسألة ديت قلتها في امتحان سابق، أقولها لكم تاني. دلوقتي أنا عندي رود بتتحرك في قلب الماجنتيك فيلد، هيتولد فيها الكتريك كارنت، انديوزد الكتريك كارنت. طب طالما عنده واير في بيمر فيه كارنت وهو في قلب فيلد بتاثر بفورس. لما اجي احسب الدايركشن بتاعت الكارنت في الاول بفليمنج رايت هاند رول، الدايركشن بتاع الفورس في الثاني بايه؟ فليمنج ليفت هاند رول. وهنشوف طالما هو هيتاثر بقوه، هيتاثر بقوه عكس اللي ماشي بيها، فلازم انا اديله قوه عكس القوه اللي تاثر بيها عشان يفضل في ان ايكوليبريم ستيت، في حاله اتزان، ان هو يمشي بيونيفورم سبيد. هي دي الفكره كلها. طيب انا هحل معاكم ما هو يا شباب. الالكتروميتر فورس اللي هي انديوزد ان ذا رود ايكوال ايه؟ بيل. مش هقول هنا ساين ثيتا لان الثيتا ب 90، هو قال لك بيربنديكولار في السؤال، فثيتا ب 90 فساين ساين 90 ب 1 ايكوال البي بكام؟ 0.3 وال ال 0.8 اهي دي، وال V 150 ايكوال ادي 0.3 تايم 0.8 تايم 150 طلعت كام؟ 0.3 سنتيمتر بير سكند. يبقى ديت حولها للمتر بير سكند اللي هي 1.5 عشان من السنتيمتر للمتر بتعمل ديفايدد ايه؟ 100. ف 150 هتعملها ديفايدد 100 او تايم 10 باور نيجاتيف 2 يبقى ايه؟ 1.5. يبقى طلعت كده 0.36 فولتس. ديت الايه؟ الاي ام اف. الاي اللي هتمر بقى في السيركت قيمتها كام؟ قيمتها اي ام اف اللي طلعت لك اللي هي 0.36 ديفايدد الار عندك اللي هي كام؟ 2. يبقى كام؟ 0.18 امبير. طب اتجاهها فين؟ اعمل رايت هاند رول، الفيلد اللي جوه اهو، والحركه بتاعتك يمين كده، فتلاقي الكرنت لفوق، فاتجاه الكرنت لفوق كده، فده يتأثر بقوه. جوه فين؟ اعمل فليمنج ليفت هاند رول، الفيلد اللي جوه اهو، والكرنت لفوق كده، فهتلاقي الثمب بيتحرك شمال عندك قدامك في الورق، فهتلاقي اكن في فرصه، اكن في قوه هتاثر عليه تحركه كده يمين. يبقى انا لازم اثر عليه بقوه تاني تحركه كده، معلش، اكن في فرصه هتتولد فيه هتاثر عليه تحركه ايه؟ شمال. فانا لازم اديله قوه يمين تلغي القوه ديت عشان يبدا يتحرك بسرعه منتظمه. فالاف ايكوال ايه بقى اللي انا عايز اديها له عشان يتحرك بينفورم فيلوستي؟ ايكوال ايه؟ بال ساين ثيتا ساين 91، البي اللي هي 0.3، والاي اللي متولده اللي انا جبتها 0.18، والال طول اللي هو الطول الموجود في الفيلد اللي هو 0.8. يبقى هتعمل كده 0.3 تايم 0.18 تايمز 0.8 طلعت كام؟ طلعت 0.32 كده. طبعا ديت نيوتن، يبقى ايكوال 4.32 تايم 10 باور نيجاتيف 2 نيوتن. طبعا ديت ستاندرد فورم،
اللي هي الإجابة هتبقى قدامك، النفع معانا إيه، ففورتين هتبقى إيه. السؤال اللي بعده 15، برضه سؤال طويل، صغر كده عشان كله يبان. بقول لك in the opposite figure if the diodes have negligible resistance in case of forward basing، في التوصيل الأمامي ما لهمش إيه resistance، and infinite resistances in case of reverse basing، في التوصيل العكسي مقاومتهم لا نهائية. Which of the following graphs represent the change of the alternating current intensity in a resistor R versus time T؟ اعتبر ده الأول positive كده في الهاف سيركت الأولانية، ماشي، وديت النيجاتيف، فالكهرباء طالعة كده مش هتمشي هنا، هتيجي عند البوينت ديت مش هتمشي هنا طبعا، الضاد طبعا ده ريفيرس كونكشن أو ريفيرس بيسنج، توصيل عكس، مش هيمر فيه، هيمر فين؟ في البرانش ده كده، تمام، بس داخل هنا كام؟ 5R. حلو. طيب بالنسبة بقى لي العكس بقى في نصف الدوره الثاني سكند سايكل اوف ذا سيركت، يعني ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا سيدي ده هتبقى اللي فوق ديت هي اللي هتبقى نيجاتيف وديت بوزيتيف، الكهرباء تقوم ماشيه كده، تيجي ماشيه هنا كده عند البوينت ديت تدخل في ال 2R، تمام، ومش هتدخل فين؟ في ال 5R، عشان هنا الدي 2 هتبقى طبعا ايه؟ ريفيرس بيسنج، توصيل عكس مش هيمر فيها. بس في الحاله الثانيه، في المره الثانيه الكتريك كانت هيكون اكبر، ليه؟ لان في الحاله الاولانيه التوتال ريزيستنس هتبقى كام في الحاله الاولانيه؟ كان بيمر في الفايف ديت، ها؟ والار ديت 5R وار يبقوا كام؟ 6R. يعني في الحاله الاولانيه كانوا كام؟ 6R. طب في الحالة الثانية هيبقى الـ R والـ 2R يبقوا كام؟ 3R. ففي الحالة الأولانية الـ resistance دبل الـ resistance في الحالة الثانية، يبقى الـ current intensity في الحالة الأولانية هاف الـ intensity في الحالة الثانية. يعني في الحالة الأولانية يا شباب لو كان مثلا، أنا فارض كده، هفترض كده إن كان بيمر current لفوق كده، وكان الميكسن بتاعته مثلا عند 1 مثلا، يقوم الحاله الثانيه الريزيستنس قلت للهاف، يبقى يعكس اتجاهه بس الدبل بتاعه، يبقى ديت كده قيمتها عند كام؟ عند 2، ويطلع ثاني عند 1 وينزل عندها 2 وعند 1 وبعد كده عند 2 وهكذا. هي دي الفكره بتاعت المساله، يعني هيوصل في كل الاتجاهات والاثنين مش قد بعض طبعا، لان الريزيستنس في حاله دبل الريزيستنس في حاله ثانيه في التوصيل العكس بتاعه. فالاي هتنفع معانا، البي طبعا الاثنين قد بعض. طب السي مش نافعه، لان طبعا هنا عامل ايه؟ ريكتيفيكيشن ليه. والدي برده مش نافعه لان هيمر في التو دايركشنز او في الاتجاهين. طيب تعال السؤال 16. كبر بقى براحتنا. سؤال 16 بيقول لك ايه؟ In the alternating current circuit shown in the figure if the reading of the ammeter is 5 ampere. ماشي، دي قيمة الاي افكتيف، لان الاميتر ده هوت واير اميتر، لان ديت الترنيتنج سورس، فبيقيس لي الافكتيف فاليو اوف ذا الكتريك كارنت. طيب اند ذا ريدنج اوف فولتميتر في 1 ايكوال 0، تمام، في 1 هنا ايكوال ايه؟ 0. ذا فاليو اوف ذا ريزيستنس ار هتبقى ايه؟ اند ذا ريدنج اوف فولتميتر في 2 هتبقى ايه ريسبكتيفلي، قيمتها كام على الترتيب؟ بص يا سيدي بقى الفكره دي، اولا انا عندي ار اهي، هعمل احاول اعمل بالاخضر اهيت الفسفوريك عشان نشوف الار ديت والاكس ال اهيت والسي دي، اولا متوصلين بارل ولا سيريس؟ سيريس. هتقول لي يا مستر لا بارل، اقول لك لا ده كلهم سيريس. ليه؟ هو الشكل اللي قدامك ممكن تعتبره كده اهو، ممكن تعتبره كده، ده الترنيتنج سورس، ده ريزيستنس الاول اهي، وده كويل اهو اندكتور يعني، وده كاباستر،
وده كده. بالله عليك مش ده الشكل اللي قدامك؟ اه هو ده، بس وضع الفولتميترز عندك يعني ممكن يكون شغلك شويه. لا ده ايه؟ سيريكس. طب ديت ار وديت لها اكس ال وديت ايه؟ لها اكس سي. طب تمام. هو قال لك ايه بقى؟ الاميتر ريدنج دوت بكام؟ ب5. حلو قوي. يعني هنا لو حطينا اميتر هنا اصل كام؟ 5 امبير. يبقى كده هنعرف نجيب الايه؟ التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت كلها اللي هي الامبيدنس. الزد عباره عن ايه يا شباب؟ في للتوتال يعني للسيركت اللي عندي للسورس اللي عندي اوفر الاي افكت او الفي افكت اوفر اي افكت اللي هي كام؟ 220 اوفر كام؟ اوفر 5. يبقى ايكوال كام 220 ديت؟ ديفايدد 5 44. يبقى 44 اوم كل السيركت كده. تمام. يبقى الامبيدنس كلها 44. حلو. طب نكمل كده بقى. اند ذا ريدنج اوف فولتميتر 1 ايكوال 0. فولتميتر 1 لو انا وصلت، لو انتوا فاكرين لو انا كان عندي باتري وجنبها ريزيستنس كده ومتحرك فولتميتر هنا، هيقيس لي ايه؟ هيقيس لي الفي بي ماينس الاي ار اي ار. وقلنا الملحوظه ده قبل كده. الباتري ديت لها في بي طالع منها ار وهنا ار، يبقى الار ديت يا سيدي اعتبرها كده اكنها الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري دي. يعني الباتري ديت ما كانش لها انترنال ريزيستنس بس وصلت معاها ريزيستنس سيريس، فاكن الار ديت اكنها الانترنال ريزيستنس بتاعت الايه؟ الباتري. مش كان لو الباتري لها انترنال ريزيستنس كان الفي ايكوال ايه؟ في بي ماينس الاي ار. اه كنت انت بتقول كده اي ار سمول يعني. ما هي هنا مالهاش انترنال ريزيستنس، فالار ديت بقى اكن هي الايه؟ الانترنال ريزيستنس بتاعتها، فالفي ايكوال في بي ماينس الاي ار. طب مش هو نفس المنطق؟ هي مش كلها كهربيه، ما فرقتش انترنيتنج كارنت من دايركت كارنت. فالفي 1 ده في المساله اللي قدامي ديت هتقرا لي ايه؟ الفي 1 هيقرا لي الفي بتاعت السورس، الفي بتاعت السورس يعني ماينس مين؟ ها الاي ار اللي بيمر. الله، ده قال لك ايكوال زيرو. يعني الفي ايكوال مين؟ ما انت لو الفي ديت قد مين؟ قد الاي ار ديت، ما هم ماينسهم ايكوال زيرو، يعني لما تعمل حاجه ماينس حاجه ايكوال زيرو، يبقى هم كانوا الاثنين قد بعض. فالفي بتاعت السورس ايكوال ايه؟ الاي ار اللي هي مين؟ اللي هي الفي ار. مش بتفكرك بحاجه ديت؟ تقول لا بس بتفكرنا قوي باللي هي ريزونانس كيس يعني. اقول لك ممتاز. ريزونانس كيس الفي ايكوال مين؟ الفي ار. حلو قوي. يبقى قيمه الار هي قيمه الزد. الله، ما انا طلعت الزد يا مستر، فالزد هنا 44 يبقى الار بكام؟ 44 اوم. فانا كده جبت قيمه الار. الار كده كام يا شباب؟ 44 اوم. ادي اول واحده عايزها قيمه الار. طب هو عاوز ايه كمان؟ عاوز في 2. في 2 متوصل على مين؟ على الكباستر بس. فهيقرا لي ايه؟ الفي 2 هيقرا لي اي اكس سي. الله، هي مش ديت ريزونانس كيس؟ ايوه. فالاكس سي ايكوال مين؟ اكس ال. ما الاكس ال عندك بكام؟ ب 10. يبقى ايكوال اي اللي هي 5 اللي هي كام؟ 5. طيب الاكس سي قد الاكس ال اللي هي ب 10 يبقى ايكوال كام؟ 50 فولت. فالفي 2 هيقرا لي كام؟ 50 فولت. والار هتبقى كام؟ 44 اوم. فالاجابه هتبقى A 16A. سؤال جميل على فكره، بس لازم عشان تستوعبه تكون فاهم الفكره من اولها. ان كولج تيوب اف ذا بوتنشال ديفرنس، نمبر 17 بقى يا شباب. ان كولج تيوب اف ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا تيرمينالز اوف ذا فيلمنت از دبلد، ماشي، then the wavelength of the line is spectrum of the x-rays dots. بص يا سيدي، في اجيب لك الحكايه دي كلها. انت عارف اللاين سبيكترم للاكس راي اللي هو الكاركترستكس ويف لينث دازنت تشينج، ملوش دعوه بالفولتج، فالاجابه هتبقى هنا ايه؟ دازنت تشينج. طيب الحكايه دي كلها انا عندي كام لامدا؟ عندي 3 لامدا. في لامدا مينيمم وفي لامدا بتاعت اللاين سبيكترم اللي هي كانت لامدا 1 ولامدا 2 في الرسمه بتاعت الايه؟ الاكس راي. وفي لامدا مثلا اللي هي اسوشيتد
lambda through valence يعني to the movement of electron. لو الطول الموجي المصاب لحركة الإلكترون. لو الفولتج ها زاد لامدا مينيمم دوت يقل. لو ده زاد للدبل مثلا ده يقل للهاف. ليه؟ لأن الاي بي ايكوال اتش سي اوفر لامدا. فالعلاقة بينهم انفرسي بروبورشن. طب بالنسبه لللامدا 1 او لامدا 2 اللي هي ويف لينس اوف ذا لاين سبيكترم للاكس راي كاركترستيك ويف لينس للاكس راي دازنت تشينج، بيتاثر بس بتغير الاتوميك نمبر بتاعت الانود، تغير الزاد بتاعت الانود بس بتاثر بيه. طب اسوشيتد ويف لينس ايه اللي بيحصل له؟ اقول لك افتكر ان الاي في كانت ايكوال h باور 2 اوفر 2 m بتاعت الالكترون لامدا باور 2. الله، يعني لو الفولتج دوت زاد للدبل دوت هيقل، بس يقل لايه؟ للكوارتر، لان هنا الفولتج انفرس بروبورشن مع ايه؟ لامدا باور 2. اللامدا ديت هي بالعربي كده الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون، مالهاش دعوه بالاكس راي. فكده الايه؟ كل اللامدا اللي عندك في السؤال ده هتلاقي انت طبعا عندك 17C. طيب تعالى بقى لل 18. Which of the following graphs represent the relation between the self induction coefficient اللي هو ال L يعني of the coil and the number of turns of the coil اللي هو مين؟ اللي هو N. ببساطة خالص احنا عارفين L equal منال. طبعا في حالة ان الميو وال A وال L are constant فال L ديت دايركتلي بروبورشن مع مين؟ مع ال N باور 2. لو انا برسم العلاقه بين ال L وال N باور 2 مفيش كلام، دايركتلي بروبورشن ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجينال بوينت. طب العلاقه بين ال L وال N بس هتزيد برضه، بس بانتظام ولا بغير انتظام؟ يونيفورملي طبعا. الزياده في الاول ديت يونيفورملي ستريت لاين، هنا طبعا تبقى تزيد ايه؟ نون يونيفورملي او ان يونيفورملي، فالعلاقه هتبقى او الاجابه تبقى ايه؟ سي. سؤال 19. In the opposite figure two long parallel wires A and B ومال are perpendicular to the plane of the page while through each of them an alternating current intensity of cam 25 ampere is passing in a direction as shown in the opposite figure. يعني الاثنين بيمروا فيهم كام يا شباب؟ 25 امبير. So the magnetic flux density at point B approximately equal to this. اولا لازم بعد النقطه B تكون هي البعد ده يكون نورمال او بربنديكولار عن A او B. هو هنا البعد ده نورمال؟ ليه؟ لان اصلا الواير عاملها لك كده، الواير كام اوت او اوت اوف ذا بيج او خارج لبره كده، اكنه خارج لبره الايه؟ السطح. والبوينت بي يعني انت كده تخيل كده عندك قدامك ورقه، قدامك ورقه كده على الترابيزه اللي انت بتذاكر عليها، وطلع منها مش عارف هتبان كده ولا لا، الكاميرا باينه كده، اكن القلم ده خارج من الورقه كده، والبوينت بي هنا كده عند الايه؟ راس القلم ده كده. فهو مهما يتحرك هو بربنديكولار عليه، يعني المسافه بينها وبينها ايه؟ بربنديكولار بالشكل ده. طب اهو كده باينه المسافه هي ايه؟ بربنديكولار. طب تمام، هي ديت الايه؟ يعني يا مستر بعد البوينت بي عن الواير ايه اللي هي الفايف ديت هو فيرتيكال ديسبيسمنت، وبعد البوينت بي عن الواير بي برضو فيرتيكال ديسبيسمنت. ايوه تمام. طيب لو انت بقى طبقت فليمنج، لو انت طبقت رايت هاند رول او اندر رايت هاند رول، هتقول هو خارج من الايه؟ من البيج، اوت اوف ذا بيج كده وامشي عند البي، يعني اكنك بتحط انت هنا تستلم كومباس او برجل، وسن البرجل انت عامله عند ايه كده، وتلف دايره كامله كده عند البي هتلاقيك طالع كده.
اكن في ارك. ارك اللي هو يعني ايه؟ قوس كده طالع كده. طيب الدايركشن بتاعه بيكون تنجنت، تنجنت يعني المماس ليه، يعني الخط اللي بيمسه كده اهو، ده البي اللي جاي منين؟ من الايه. طب تمام، تعال بقى حط سن الكومباس او البرجل عندك عند مين؟ عند بي ديت اللي تحت دي اهي، اللون الفسفوري دي كده، واعمل دايره حد البوينت بي. هتلاقي عندك كده ارك طالع عند البوينت بي بالشكل ده. يبقى انت بالنسبه لك الدايركشن بيكون ايه؟ ايوه اللي هو التنجنت لي اهو كده لفوق كده، وده البي بتاع بي. طب الماجنتيك فلكس دينست اللي هو بي، مش هو اصلا فيكتور فيزيكال كوانتيتي يعني كميه فيزيائيه متجهه؟ اه الريزلتنت بتاعتهم بيكون لا مع ايه ولا مع بي، بيكون ما بينهم، لان لو انت قفلتها طبعا باريلو جرام هتلاقي الريزلتنت عامله كده، او ارسمها بلون تاني، الريزلتنت بتاعتهم عامله كده اهي بالشكل ده يا عم، اللي هي دي كده. فدي انت هتجيبها ازاي؟ والله اكنك بقى تقفل واحد كده هبل الاولين باور 2، اكنك قفلت اهو دي كده، البي جاي من البي، وهيبقى كانه طبعا رايت انجل تراينجل، البي اي باور 2 بلس البي بي باور 2. انت هات لي بقى البي عند الاي، هيبقى انت كده فهمت الفكره. 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي اللي بيمر فيه 25 اوفر الديستنس اللي هي 5 سنتيمتر اللي هي كام؟ 0.05 متر. هتعملها انت على الكالكوليتر هيطلع لك بكام؟ 1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 تسلا. طب انت هتجيب البي عند بوينت بي من الواير بي، يبقى 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 25 اوفر 12 اللي هي 0.12، هيطلع لك بكام؟ 4.167 كده تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 5 تسلا. يبقى البي توتال او الريزلتنت يعني هتعمل سكوير روت للبي اي اللي طلعت لك باور 2 بلس البي بتاعت بي باور 2، يعني هتعمل كده سكوير روت، هعملها 1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 باور 2 بلس 4.167 تايم 10 باور نيجاتيف 5 باور 2. طلعت لي كده على الكالكوليتر 1.08 تايم 10 باور نيجاتيف 4، يعني تقريبا بقى 1.1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 تسلا، فالاجابه تبقى يا شباب سي. نمبر 20، the opposite diagram represents the proposed structure of one of the laser instruments. This instrument fails to produce laser because of dots. يعني الجهاز ده فشل ان هو يطلع ليزر بسبب ايه؟ بص في التركيب قدامك كده قبل ما تبص في الاسئله. هنا في سيمي كوندكتور متر ماشي، واوبك ميرور ماشي، وفي عندنا اوبك ميرور ماشي، ما ديت يعني ترانسبيرنت عاكسه يعني. طيب عندك هنا ايه؟ جاز ميكشر تمام. طب عندك هنا هاي فولتج تمام. طب وديت قال لك ايه؟ ميتال تيوب. طبعا غلط دي. ده لازم طبعا جلاس تيوب تبقى مصنوعه من الكوارتز تمام؟ فالميتال تيوب ما ينفعش لانها مش هتطلع اصلا، لازم تكون ترانسبيرنت شفاف عشان تطلع منها الايه؟ الفوتونز بتاعت الليزر. فهي قال لك اول واحده برينس اوف تو بارل ميرلز، لا طبعا. Presence of direct current high voltage؟ لا طبعا، ده لازم يكون موجود. Presence of metal tube؟ ايوه، ما ينفعش يكون التيوب ديت ايه؟ معدن. Presence of gas mixture؟ لا ده هو لازم يكون في gas mixture. سؤال 21،
The light has fallen on a metallic surface where its frequency was less than the critical frequency of the surface. طالما اقل من الكريتيكال فريكوينسي مش هيطلع اي فوتون اي الكترون خالص. يعني الفوتون اللي ساقط، انا عندي الميتال اهو. الميتال ده بيسقط عليه حبيبي فوتونز. الفوتونز ديت اقل من الكريتيكال فريكوينسي بتاعت الايه الميتال، فمش هيطلع اي الكترون خالص. ماشي. Which of the following graphs represent the relation between A, the emission rate of electrons. يعني الفاي ال ديت فاي ال 2 تعبر عن الالكترونز اللي خارجه from the surface of and the A rate of photons fall اللي هي فاي ال 1. يعني فاي ال 1 اللي هو عدد الفوتونز اللي ايه اللي سقط. طب لو عندي سقط فوتون واحد هل هيطلع الكترون واحد؟ لا، لان اقل، لان ليه فريكوينسي اقل من الكريتيكال فريكوينسي بتاعت الميتال. طب سقط 2 فوتون بنفس القوه بتاعته مش هيطلع حاجه برضه، سقط 3 فوتون مش هيطلع حاجه برضه. فمهما الفاي ال 1 ديت ها عماله تزيد، الفاي ال 2 عدد الالكترون اللي خارجه ملهاش دعوه، مش هيخرج اصلا، تبقى زيرو اساسا، تبقى ايكوال زيرو. طب تعالى اشوف بقى العلاقه بقى انهي واحده اللي تنفع معاها. هل الايه تنفع؟ لا. ليه؟ لان الفاي ال عماله تزيد اهي. ماشي. فاي ال 1 يعني. طب فاي ال 2 لها قيمه، يعني خرجت اصلا. لا هي ما خرجتش. طب هل كل ما الفاي ال 1 تزيد عدد الفوتون تزيد فاي ال 2 تزيد يعني؟ لا، ده الكلام ده لو هو كان بيسقط بفريكونسي اكبر من الكريتيكال فريكونسي بتاعت الميتال. طب السي تنفع؟ اه طبعا، لان قيمه الفاي ال 2 تحت عند زيرو اهي، ما زادتش خالص مهما زود الفاي ال 1. يعني فاي ال 1 كان 1 2 3 عمال يزيد، رقمهم عمال يزيد، الفاي ال 2 ايه مالهاش دعوه ما زادتش، وطبعا هو مش انفيرسلي بروبورشن. وانتو بيقول بقى يا شباب there are two adjacent coils x and y. يعني عندنا اتنين كويلز كده جنب بعض، ده اكس ودوت واي. ماشي. كويل واي كونسيستس اوف 100 تيرنز، يعني الان بتاعت الواي 100 تيرنز. واي الكويل اكس از كونكتد تو ا باتري، ده متوصل بباتري. ولو عندي كمان ريزيستور هنا كده او ريوستات يعني عشان اغير الالكتريك كارنت، فنغير البي اللي بتمر فيه. So when the electric current in the coil X gets it changed، اتغير يعني from 0 to 10، يعني زاد من 0 لكام؟ ل 10. فالدلتا اي ايكوال ايه يا شباب؟ 10 ماينس 0 يعني ب 10 امبير. The magnetic flux through the coil Y it changes from كام؟ 0 to كام؟ 2 times 10 power negative 3. يعني هنا الفاي ام اللي حصل في واي اللي جاي من اكس، ما هنا حصل فيلد كده، اختركوا كام؟ كان زيرو بقى كام؟ 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 ويبر. ماشي. So the mutual induction coefficient between the two coils equal ايه؟ انت عارف ان الاي ام اف اللي متولده في السكندري في الواي يعني عباره عن نيجاتيف ان بتاعت الواي تايمز الدلتا فاي ام اللي بتخترق الواي نتيجه تغير في الاكس اوفر دلتا تي ايكوال نيجاتيف ام، طبعا ميوتوال اندكشن ما بينهم، تايمز دلتا اي اللي حصل في البرايمري اوفر دلتا تي. اظن الدلتا تي روحت مع الدلتا تي، انت خليك انت في الايه في الجروب ده كده، انت عايز الام بس، طبعا النيجاتيف روحت مع النيجاتيف برضه. فالام عشان تجيبها عباره عن ايه؟ هنا عندك الان بتاعت الواي الدلتا فاي ام اللي اخترقت الواي نتيجه التغير في اكس اوفر مين؟ الدلتا اي اللي حصل في البرايمري عندك اللي هو في الاكس قدامك هنا اللي هو 10 دي. يبقى الام ديت ايكوال الان بتاعت الواي 100 تايمز الفاي ام اللي واصل للواي 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 والدلتا اي اللي هي كام؟ 10. هيطلع لك على الكالكوليتر كام؟ ديت فوق
لكنها 0.2 اوفر 10 يبقى 0.02 هنا، فالاجابه هتبقى ايه؟ دي بالنسبه ل 22. 23 اصغر شويه علشان كده حلو. The opposite figure shows two identical galvanometers if each of them was connected to a battery if the, of the same electromotive force as the other and it and then each of them is connected to a shunt resistance. Which of the following graph represents the ratio of the maximum current that can be related by that can be tolerated by both devices. هو عاوز العلاقه بين الاي اللي ممكن يقيسها الاثنين. خلي بالك اكس ده متوصل بشنت ريزيستنس كام؟ 3. وواي متوصل بشنت ريزيستنس كام؟ 6. كل ما الشنت ريزيستنس قيمتها تقل كل ما الاي اللي هيزيدها اللي هيقيسها تزيد. فاكيد الاي بتاعت الاكس اكبر من الاي بتاعت الواي اكيد، لان الار جي ثابت في الاثنين اهيت. فالاي بتاعت الاكس اكبر من الاي بتاعت الواي، فايه مش نافعه وبي مش نافعه، فانا يعني هختار يا سي يا دي. لازم يكون عندك المهاره في الحل. طب هنعمل ازاي؟ بص يا سيدي، اي جي اوفر الاي قانون مهم، ايكوال ار اس اوفر ار اس بلس ار جي. ليه استخدمت ده يا مستر؟ عشان عاوز اجيب الاي اللي تحت ديت. الاي جي هيبقى ثابت والار اس عندك في الاثنين والار جي ثابت. ماشي كمل كده معايا بقى. فالاي جي اوفر الاي اون اللي هيمر لما هوصل الشنت ريزيستنس اللي هي 3 ديفايدد يبقى 3 بلس 18. يبقى الاي جي اوفر الاي 1 هتبقى 3 اوفر 21 يعني 1 اوفر 7. يعني الاي 1 عندك اكنها ايه؟ اكنها 7 اي جي. بنفس المنطق اعمل لي اللي هي ايه؟ لما توصل الشنت ريزيستنس الثانيه. يعني هتقول لي اي جي اوفر الاي 2 ايكوال ار اس الثانيه اللي هي ب 6 اوفر 6 بلس 18. يعني هي 6 اوفر كام؟ 24. يبقى ايكوال 6 اوفر 24 يعني ايه؟ يعني كام؟ 1 اوفر 4. الله، يعني الاي 2 عباره عن ايه؟ ايوه 4 اي جي. شوف بقى انت عندك الاي 1 طلعت لك ايه؟ 7 اي جي، والاي 2 طلعت لك ايه؟ 4 اي جي. خلي بالك الاي جي هي الاي جي، فالاي 1 اذا كانت 7 فالاي 2 لازم تكون كام؟ 4. يعني الاي 7 الاي 1 اكبر منين؟ من الاي 2، ده اللي احنا توقعناه. بس الريشيو ما بينهم كام؟ 7 اوفر 4. يعني لو كان الاي 2 عندك ب 4 لازم تكون الاي 1 ب 7. طب لو كان الاي 2 مثلا عندك ب 2 يبقى الاي 1 تبقى ايه؟ نص ال 7. يعني خلي بقى لو انت خدت ديت ب 2 يبقى ده هتكون كام فوق؟ 3.5. تعالى بص بقى للحل. هو هنا خد ايه؟ الاي 2 اللي هو الواي عندك ب 1 خدها ب 1، يبقى لازم ديت الاكس تكون 1.75. ده ديت خد 1 2 3 مش نافعه. يعني الاي 2 الاي 1 قد الاي 2 ثلاث مرات مش نافعه، فما فيش غير دي. ليه بقى؟ بص معايا، بص معايا كده وعندك في الكتاب واضحه. الاي 2 ادا 1 2 يعني هو خدها 2، هتلاقي الاي 1 لازم 3.5. ادا 1 2 3 وادي النص، يعني ده خدها ب 2 يبقى ديت كام؟ 3.5. الريشيو ما بينهم كده، الريشيو ما بينهم اللي هي ايه؟ 7 اوفر 4. حتى لو انت عملت كده على الكالكوليتر 3.5 اوفر 2، لو انت يعني ما انتش شاطر في الماس هتلاقي طلعت لك 7 اوفر 4. ولازم تكون شاطر في الماس عشان تكون شاطر في الفيزيكس، لازم. نمبر 24. The opposite figure represents section of electric circuit. So the reading of voltmeter V can be calculated from the relation dots. ال V هنا بتوصل ايه بالنقطتين دول؟ يبقى ال V equal. ال V battery بتزود ال voltage. فهي ال VB. minus اللي بيسحب بقى مين؟ ال R ديت small يعني دي بتسحب فولتج،
يبقى اي ار ماينس، والار دي بتسحب فولتج برضه اي ار، يعني الفي ايكوال في بي ماينس، ممكن تاخد الاي كومن فاكتور، اتبقى لك ار، ايوه تبقى ماينس ار ولا بلس ار؟ بلس ار. ليه؟ لان اكنها ماينس اوفر نيجاتيف ببوزيتيف طبعا، فهتختار انت الايه بقى، الفي بي ماينس الاي ار كابيتال بلس ار سمول، فالاجابه ايه؟ هنا لازم تجرب برضو، هو عاوز الاوت بوت يطلع بكام؟ بزيرو. هنا عشان يطلع بزيرو لازم تكون دي زيرو وزيرو. لو انت بصيت حطيت هنا السي هنا ب 1 كده لازم هيطلع لك 1، فمش نافع. وانت جرب بقى، طب البي 0 1 و0 0 1 هيطلع لك بزيرو، وحطيت هنا 0 0 0 يطلع 0، فبي تنفع. طيب لو 1 و0 1، لو هنا 1 هيطلع لك 1 في الاخر فمش نافع، 1 1 و0 هيطلع لك 1 و0 هيطلع لك 1 فمش نافع برضه، هو عاوز يطلع 0، فالاجابه اللي تنفع معاك اللي هي يا شباب اللي هي بي، ودي سهله مش فيها حاجه يعني. 26 which of the following figure represent dynamo، وخلي بالك في هنا في الاختيارات لعب في الايه، لعب في الثيتا، الثيتا في الداينامو هي ايه؟ لو انت عندك البي كده وعندك الكويل كده الثيتا في الداينامو، مثلا لو كانت ديت 40 مثلا، يبقى تاخد الثيتا ب 40؟ لا، هي نورمال تو ذا فلكس لاين اند ذا بلين اوف ذا كويل، يعني تعمل كده بيربنديكولار عليه، يبقى دي ال 50، دي الثيتا اللي عندك، عشان بس انا بوضح لك عشان فكره السؤال قدامك اهي. ماشي، during its rotation اهي at different instants which of these figures represent the instance at which the generated EMF as at half of its maximum value، نص المكس، يبقى لازم تكون الثيتا بسيرت. ليه؟ عشان ساين 30 بهاف. طيب لازم تكون الثيتا بسيرت، يبقى ايه مش نافع وسي مش نافع. طب تعالى لبي ودي، هل ينفع اخد دي؟ لا، لان قلت لك لازم النورمال دي هتبقى دي 60، خلي بالك فمش نافع. طب تعالى البي اللي هتنفع، لان دي 60 لما ناخد النورمال يبقى دي اللي بكام؟ ب 30، فالاجابه بي. 27 the opposite figure represent a rectangular coil P O Q R of number of terms N. The coil carries an electric current of intensity I while being placed in a uniform magnetic field of flux density B such that the plane of the coil is parallel to the magnetic flux lines. Which of the following graphs represent the change of the magnetic dipole moment؟ هذه العلاقة بين magnetic dipole moment اللي هي ال MD for the coil مع الثيتا بقى. طيب ما لهاش دعوة، يعني بص كده معايا شكل قدامنا ده، اعتبر ان ايدك ديت كف ايدك ده هو الكويل، هو الكويل، والقلم ده هو اتجاه الماجنتيك دايبول مومنت، بيكون على طول بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا كويل، يعني كده مهما الكويل يلف، مهما الكويل يلف الماجنتيك دايبول ملوش دعوه، هو على طول له قيمه مع اللي بتغير مع الثيتا هي التورك، انما الماجنتيك دايبول اللي هي ايه؟ اي اي ان، فالاي ما لو ما اتقطعتش وكده كده اي ملف ليه اريا ايه يعني، وليه نمبر اوف تيرنز اللي هي ان، طول ما في كرنت ففي ماجنتيك دايبول، مفيش كرنت مفيش ماجنتيك دايبول، يبقى الماجنتيك دايبول فينيشز او بينعدم امتى؟ لما الاي بس ايكوال زيرو، فهو ملوش دعوه بالثيتا خالص، فالاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ دي. خلي بالك الرسمه ديت بقى هجمع لك الافكار اهوت كلها كلها. دلوقتي لو انا عامل ايه؟ لو انا باخد العلاقه في الشكل ده بقى عشان اتكرر كتير، بين الاف والثيتا وبين الاف والثيتا وبين الام دي والثيتا قدامك، يبقى اخد بين التورك والثيتا
بين الاف والثيتا لو انا بتكلم على السايد بي او او كيو ار ملهاش دعوه، الفورس ثابته على طول، ماكسيمم فاليو قيمه عظمى على طول. طب لو انا باخد بالاف بقى للسايد او كيو، كلام مهم هتلاقيه في الامتحان، او بي ار هنا عامل انجل زيرو، فبالتالي لما يجي يلف هتلاقي الفورس ايه تزيد بالتدريج كده وبعد كده تقل. طب تمام، لو باخد من التورك والثيتا، التورك في الحاله هو بارل دلوقتي ماكسيمم، ماكسيمم كده، ويقعد ايه ها يقل كده، ده في الايه في الفورس سايكل، فدي مهمه جدا يا شباب. فديت يا شباب الحالات كلها انا قلت لكم عليها حالات مهمه جدا. طيب 28، if the current of the collector of an NPN transistor is current of collector اللي هو الاي سي يعني 85 ملي امبير، فده الاي سي ماشي، which represents كام 85% of the current emitter، يعني ايه ديت؟ ديت الكرنت ديفيجن اللي هي الالفا اي، لان بتكون اقل من ال1 وقريبه من ال1. خلي بالك الالفا اي ايكوال ايه؟ اي سي اوفر اي اي، وبالمره البيتا اي ما تنساهاش، قلت لك حط الاي سي فوق على طول وما تنساش، يبقى فتحت هنا الايه؟ الاي بي. طب تمام، يبقى هو عاوز مين؟ اي سي اوفر اي اي هنا، هو عاوز الاي اي، يبقى الاي اي ايكوال عشان تجيبها هتبقى الاي سي اوفر مين؟ اوفر الفا اي. الاي سي اللي هي 85 ملي امبير اوفر 85% اللي هي 0.85، فالاجابه هيطلع لك هنا ايه؟ 100 ملي امبير، ما انا ما حولتش، هي بالملي امبير زي ما هي في الاجابه 100، فطبعا مش هيبقى سي ولا دي. طب هو عاوز الاي بي، عشان اجيب الاي بي هات البيتا اي، البيتا اي ايكوال ايه؟ الفا اي ديفايدد او اوفر 1 ماينس الفا اي، يبقى ايكوال 0.85 ديفايدد 1 ماينس 0.85، يبقى نعملها اهي 0.85 ديفايدد 1 ماينس 0.85 يبقى 17 اوفر 3. دي 17 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى عشان نجيب الاي بي هتبقى اي سي اوفر مين؟ بيتا اي. الاي سي بكام؟ 100 مل امبير، مش هعمل بالمل برضه عشان مش هحول يعني الامبير عشان اجيب الاجابه بالمل على طول. اوفر البيتا اي اللي هي كام يا شباب؟ 17 اوفر 3 بفوق كده. يبقى اكنها 300 اكنها فوق يعني 300 ديفايد 17 البيتا اي، انا عامل تاني 17 اوفر 3. هو الاي بي عباره عن ايه؟ اي سي ديت والبيتا اي ماشي. يمكن انا عملت حاجه غلط على الكالكوليتر. ايوه يا شباب، كنت انا عملت على الكالكوليتر حاجه غلط. الاي بي ايكوال ايه؟ هتقول لها مستر الاي بي ايكوال اي سي اوفر البيتا اي ماشي. الاي سي بكام؟ 85 ملي امبير، وهنا تحت بقى البيتا اللي هي كام؟ 17 اوفر 3، ف 3 تطلع فوق هيطلع لك بكام؟ طلعت 15 ملي امبير، فالاجابه هتبقى ايه؟ طيب تعالى بقى للسؤال اللي تحت اللي هو 29. In the opposite figure if the capacitance of each capacitor is 3 microfarad and the electrical force of the battery كام؟ 4 volts. Then the accumulated charges on one of the plates
of each capacitor are as the following. لو انت مخك شغال في البتاع ديت، خلي بالك السي 1 لوحده اهوت، والسي 2 والسي 3 متوصلين مع بعض ايه؟ برد. فاكيد الشحنه اللي هتتراكم على احد البليتس في السي 1، الشحنه يا شباب اللي هي الكيو زي الاي بالظبط، تيجي تتوزع تتوزع على الاثنين دول، وطالما الاثنين لهم نفس الكاباستنس يبقى هيتوزع لهم بالتساوي. فلازم السي 1 ده الشحنه المتراكمه عليه دبل الشحنه المتراكمه على سي 2 وعلى سي 3. لو انت كده بصيت في الاجابات، هل ال 8 هي يعني لازم يكون ال 8 ديت، لازم يكون ال 8 ديت دبل واحده فيهم والاثنين ايكوال بعض. يعني هل ال 8 ديت هي ايكوال 6 بلس 6؟ لا طبعا، لان لازم الاثنين دول لما اعملهم بلس يطلع لي الكيو 1، لازم مش نافع. وديت طبعا الفورم بلس 4 مش 4 ديت، فمش نافع. وال 20 بلس 20 ما هياش 10، مش نافعه. طب ال 4 بلس 4 ايكوال كام؟ ده تاني، ده تنفع من غير حل خالص، خلي بالك اهو. طيب تعالى بقى نحلها يا سيدي. مش هما ان سي 2 والسي 3 متوصلين مع بعض بارلل؟ اه. فالبارلل في السي بتعامل تعامل الايه؟ تعامل السيريس، يعني هتعملهم بلس. يعني 3 بلس 3 يبقوا كام؟ 2. فالاثنين دول مع بعض السي 2 والسي 3 الكاباسيتنس بتاعتهم بكام؟ ب 2 ب 3 بلس 3 يبقوا 6، معلش يبقوا 6. 3 بلس 3 كام؟ 6 مايكرو فراد. طيب ال 6 ديت مع ال 3 بتاعت السي 1 دي سيريس، عامل تعامل البارلل، هتقول 6 تايم 3 ديفايد 6 بلس 3 يبقى 2. الله، فالسي توتال دلوقتي كام؟ يعني الكاباستنس، التوتال كاباستنس بتاعت ال 3 كاباسترز كام؟ 2 مايكرو فراد. عايزين نجيب الكيو توتال المتراكمه عليهم كلهم عباره عن ايه؟ هتقول لي يا مستر عباره عن سي توتال تايمز الفي توتال. السي توتال اللي هي كام؟ اللي هي 2 مايكرو فراد تايمز ال 4 يبقوا كام؟ 8 مايكرو كولم كده. يعني اكن الشحنه المتراكمه على احد البليتس هنا 8 مايكرو كولم. وما تيجي هنا تتوزع تدخل هنا 4 مايكرو كولم، وهنا كام؟ 4 مايكرو كولم. فالاجابه هتبقى ايه؟ دي. نمبر 30. If the potential difference between the anode and the cathode in the tube of the generating X-ray is كذا، دي الفي يعني. Then the maximum frequency، اكبر frequency of the continuous spectrum هي هتقابل ايه؟ تقابل minimum wavelengths. اللي حافظ القوانين كانت اي في ايكوال اتش نيو ماكسيمم، هي اتش سي اوفر لامدا مينيمم. هو عاوز النيو ماكسيمم ديت، فعلى طول النيو ماكسيمم ديت اجيبها فوق كده شويه. عبارة عن ايه؟ اي في اوفر اتش، اللي بكام؟ 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 تايمز ال في 13255 اوفر الاتش 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 34. اعملها على الكالكوليتر هتطلع لك تقريبا ابروكسيميتلي يعني سي، اللي هي 3.2 تايم 10 باور 18 هرتز. طيب 31 الامب از ليبلد ويز 100 فولت اند 80 وات. خلي بالك ايه ال 80 ديت؟ هي الباور ودي الفولت. ويتش مين ذات؟ خلي بالك انت ممكن تجيب ايه؟ ممكن تجيب الار بتاعت اللامب دي. مش انت عارف ان الباور ممكن تقول الفي اي، او ممكن تقول الاي باور 2 ار، او الفي باور 2 اوفر الار. فعشان تجيب الار هتقولها اللي هي ايه؟ اللي هي في باور 2 اوفر الباور. الفي باور 2 اللي هي 100 باور 2 اوفر ال 80. 100 باور 2 اوفر 80 بكام؟ 125.
طب والاي بالمره اللي بتمر في اللمبه ديت هتقول الباور بقى اوفر الفي. الباور بكام؟ 80 اوفر الفي بكام؟ 100. يبقى ايكوال كام؟ 0.8 امبير. تعالى بقى بيقول لك ذا الكتريك ريزيستنس اوف لامب 0.8 اوم. لا ده الاي اللي هي 0.8 امبير فمش نافع. هل الالكتريك ريزيستنس 1 بوينت؟ لا ده هي 0.8 فمش نافع. هل وين ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا تيرمينز اوف ذا لامب 100 فولت ان الكتريك كارنت انتنسيتي 0.8 امبير؟ ده عملناها اهي سيت نفع. طب هل لما البوتنشال ديفرنس بتوين ذا تيرمينز اوف ذا لامب از 100 فولت ذا الكتريك كارنت انتنسيتي 1.25؟ لا ده طبعا الكتريك 0.8 او الكتريك ريزيستنس 125 فما نفعتش معانا غير مين يا شباب؟ غير سي. تعالى ل 32. ان الكتريك ترانسفورمر هاز افشنسي 96% عشان تعمل بكسله شويه 96%. سو ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف تيرنز of its coils is cam NB over NS 8 over 5. So the ratio between voltage of the coils VB over VS equal 8 ديت VB over VS. هو عايزها ببساطة خالص، احنا عارفين الايتا VB IB يعني هنا NS equal VS IS يعني ايه NB. هو الراجل عاوز مين؟ VB over VS. يعني ال VB ديت سيبها مكانها وهتلاقي ال VS تحت، وودي الباقي اللي هي الايتا والان اس الناحيه الثانيه بس في اديني مريتو ماشي. فالفي بي اوفر في اس ايكوال ايه؟ باقي لي فوق هنا ان بي ماشي، وجاي لها ان اس اهي، وجاي لها ايتا تحت، يبقى ايكوال الان بي الان بي اوفر ان اس على بعضها بكام؟ 8 اوفر 5 تايمز الايتا اللي هي ايه يا شباب؟ 96% يعني اوفر 100، طلع ال 100 فوق واعملها على الكالكوليتر. تعمل كده 8 تايمز 100 ديفايدد 5 تايمز 96 طلعت لك 5 اوفر 3 اللي هي ايه؟ 32. فالاجابه هتبقى 5 اوفر 3 فين بقى اللي هي ايه؟ سي. السؤال اللي بعدها او اللي بعده In the opposite figure a straight wire of length 40 cm طوله carries an electric current of intensity 5 ampere while being in a uniform external magnetic field of flux density 0.1 tesla if the plane of the wire is parallel to the external field. So the magnitude and the direction of the magnetic force that affects on the wire are dots. طب ما احنا حافظين القانون ان الاف ايكوال بال ساين ثيتا ايكوال البي بكام؟ 0.6 تايمز الاي اللي هو 5 تايمز ال اللي طوله كام؟ 40 سنتيمتر يعني 0.4 تايمز ساين الثيتا هي الانجل بتوين الواير اند فلكس دينست على طول. طالما اللي فوق ديت 60 تعمل اللي تحت كام؟ 30 اللي هي يعني 90 ماينس 60 تبقى 30 هيطلع لك كام؟ 0.6 نيوتن. فهنستبعد سي ودي. طيب تعالى بقى نشوف الدايركشن وركز معايا الدايركشن بتاع الايه؟ الفورس. هي هتبقى فليمنج ايه؟ ليفت هاند رول. الفيلد شمال تمام كده؟ لو هي صعبة بالنسبة لك عادي اعملها يمين بس اعكس اتجاه الكرنت، الكرنت هنا لفوق اعمله لتحت، يعني عملت كده هو اتعكست الاثنين لتحت فهتلاقي الثمب ده طلع ناحيتي كده فهو بربنديكولار اوت اوف ذا بيج يعني كأنه خارج منين؟ من الورقة. فالإجابة هتبقى ايه؟ A black body has temperature 4500 Kelvin. So the peak wavelength of its radiation intensity is lambda. When it is cooled to an absolute temperature T, يعني هو برد لغاية ايه؟ T.
then the peak wavelength of its radiation intensity becomes كام؟ 9 لامدا. So the temperature T equal dot. احنا عارفين فينز لو اللي هو T1 over T2 equal لامدا 2 over لامدا 1. يبقى كانت T1 بكام؟ 4500 over T2 اللي هي T هو عايز قيمتها equal لامدا 2 بقت 9 لامدا ولامدا 1 كانت لامدا بس اللامدا روحت مع اللامدا اكن تحت في 1 فعشان نجيب التي هتعمل ايه؟ هتقول التي عباره عن 1 تايمز 4500 اوفر 9 يبقى 500 كلفن الاجابه دي. تعالى لي 35 ان ذا الستريتد سيركت اف ذا امبيدنس اوف ذا سيركت ايكوالز ايه؟ ار. يعني لو الزد ايكوال ار يبقى ايه يا شباب؟ يبقى الاكس ال ايكوال اكس سي. يبقى ديت ريزونانس كيس في نمبر 35 ديت. طب تمام، هو عاوز ايه بقى؟ سيلف اندكشن كوفيشنت اوف ذا كويل، يعني عاوز ال ال ايكوال ايه؟ انت حافظ ان الاف ايكوال في الريزونانس كيس 1 اوفر 2 باي روت ال سي. هو عاوز ال بس، يبقى ال ايكوال 1 اوفر 4 باي باور 2 اف باور 2 سي. رص الارقام بس يا حبيبي، يعني هتعمل كده على الكالكوليتر، يعني ال ايكوال 1 اوفر كام؟ 4 باي باور 2 اللي هو 22 اوفر 7 باور 2، بس اهم حاجه تكون بتعرف تكتب كويس على الكالكوليتر، تايمز 50 باور 2 لان الفريكونسي 50 هي تايمز 11 تايم 10 باور نيجاتيف 6 عشان هي بالمايكرو فاراد مش بالفاراد بس. هتطلع لك كام على الكالكوليتر بقى؟ هتطلع لك الاجابه A اللي هي 0.92 هنري. طيب اللي بعدها 36 the opposite figure represents a bar magnet that moves with a uniform velocity 0.4 متر بير سكند. ديت ال V اللي بيتحرك بيها الماجنت along the axis of the stationary metal ring، يعني metal ring ديت ثابته في مكانها. over cross sectional area كذا، دي الاريا بتاعتها. hence an average induced electromagnetic force of 0.1 volt is generated in the ring during the motion of the magnet for the distance 20 سنتيمتر. so the change in the magnetic flux density، هو عاوز دلتا بي بقى، linked with the ring due to the motion of the magnet for this distance equal dots. طب تمام، انت عارف ان ال EMF equal negative n delta phi m over delta t. ماشي، ال EMF ديت اللي هي equal ايه؟ لو انت بصيت بقى هتلاقي عندك ال EMF ايكوال نيجاتيف بتاعت لينز ال N اهي. طب والدلتا فاي ام؟ دلتا بي اي ساين ثيتا اوفر دلتا تي. طب تمام، هنا التغير حاجه، هو عاوز مين؟ عاوز دلتا بي اي ديت، ده هي كده لوحدها. والساين سيتا عندك هو اصلا هيبقى بيربنديكولار عليه، الفيلد طلع هنا بيربنديكولار كده، فالساين سيتا هي ساين 91، فانت عاوز بقى مين؟ الدلتا بي ايه؟ فالدلتا تبقى فين؟ تبقى فوق هنا كده عشان تكونوا شايفين والواضحه بالنسبه لكم. دلتا بي ايكوال ايه؟ ايكوال اي ام اف جاي لها من تحت الدلتا تي ومن فوق ان تايمز الاي. هتقول لي يا مستر مش مديني دلتا تي، اقول لك اصبر عليا، ما انت عارف ان الفي من سنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وحتى في الاعدادي عارفها انها دلتا دي اوفر دلتا تي. يعني تعرف تجيب الدلتا تي عباره عن ايه؟ فالدلتا تي عباره عن دلتا دي
اوفر في، هي دي الفكره كلها. تمام، هغير بس اللون علشان يكون الاجابه واضحه. الاي ام اف عندك 0.1 تايمز الدلتا تي، حط دلتا بي اوفر دلتا دي اوفر بي. دلتا دي المسافه اللي اتحركها، هتقولي سنتيمتر، يبقى 0.2 متر. اوفر الفي هو بيتحرك بسرعه كام؟ 0.4 تحت اهي كده الدلتا تي، وتحت لسه في ان، الان هي رينج حلقه واحده، يبقى 1 تايمز الاريا بتاعتها 0.25 متر باور 2، يبقى سيبها زي ما هي. اعمل بقى اللي انا عملته دي كده على الكالكوليتر، هي دي فكرتها. بس خلي بالك لازم توظف اللي انت درسته. 0.1 تايم 0.2 ديفايدد 0.25 تايم 0.4 ايكوال 0.2 تسلا، فدي البي، يبقى ايكوال كام يا شباب؟ 0.2 تسلا. مسألة حلوة على فكرة. طب دي بالنسبة لمين؟ ل 36. تعالى بالي اللي تحتها 37. بقول لك in which the following choices the sentences below the figure correctly express its equivalent resistance. عندنا هنا 2 و2 parallel، يبقى 1، يبقى ال equivalent resistance equal 4. لا طيب هنا 5 و1 بس parallel، فال equivalent اصغر من اصغر واحدة، اقل من ال1 يعني. ال equivalent resistance is greater than 1، لا اقل من ال1، مش نافع. طب ديت 10 و5 بارل، الايكوفيلنت ريزيستنس اقل من اقل واحده، اقل واحده كام؟ 5، فالايكوفيلنت اقل من ال5، less than 5. The equivalent resistance is less than 5، ايوه. طب ديت 20 و10 بارل، الايكوفيلنت ريزيستنس less than 10، فهو قال لك greater than 20، لا، فالاجابه سي. طيب سيليكون كريستال از دوبد وذ بورون اتومز، طبعا البورون دوت، طب هيبقى هنا ان اكسبتو لانه هو تراي فيلنت زي الالمنيوم بالظبط. باي كونسنتريشن 10 باور 14، دي الان اكسبتو، ماشي ده التركيز بتاعها. اف يو نو ذات ذا كونسنتريشن اوف فري الكترونز ان ذيس دوبد كريستال اللي هي الان يعني ايكوال كام؟ 10 باور 12. سو ذا كونسنتريشن اوف ذا الكترونز ان ذا بيور سيليكون، كونسنتريشن اوف الكترونز هي هي concentration of proto of holes، هي هي ال N I في البيور سيليكون كريستال. طب ما احنا عارفين ان ال N I باور 2 ايكوال ايه؟ او كنا عارفين ان كنا بنجيب ال N ازاي؟ طبعا ديت بي تايب، فكنا بنجيب ال N عباره عن N I باور 2 اوفر مين يا شباب؟ ان اكسبت، فهو عاوز مين؟ عاوز الان اي، فالان اي باور 2 ايكوال ان تايمز ان اكسبت. طب انا عاوز الان اي بس، ما الان اي هي الان اللي هي عايزها، اللي هي كونسنتريشن اوف الكترونز، فانت عشان تجيب الان اي هتعمل سكوير روت للان عندك اللي هي 10 باور 12 تايم الان اكسبتور اللي هي 10 باور 14، يبقى سكوير روت ل 10 باور 26، يعني سكوير روت كده 10 باور 26 يبقى 10 باور 13، طبعا سنتيمتر باور نيجاتيف 1، يعني عدد الالكترونز الفري الكترونز في السنتيمتر باور 3 باور نيجاتيف 3، فالاجابه تبقى يا شباب سي. 39 if the intensity of the laser ray at a distance centimeter away from the source is i then the intensity at a distance of 20 سنتيمتر، مهما المسافه تزيد الانتنسي ما بتتغيرش، الانتنسي بتاعت الليزر ثابته فتفضل اي برضه، الاجابه هتبقى بي. نمبر 40 according to the Bohr's model of the hydrogen atom the electron rotates around the nucleus of the circular path as of radius 5.3 times 10 power negative 11 meter with a frequency of 6.6 times 10 power 15 hertz. طيب هو عاوز ايه؟ Then the magnetic flux density at the center of the orbit which is resulted from the rotation of electron equal dots. سؤال جميل على فكرة. دلوقتي الالكترون هو بيلف كده. يعني عندي الكترون
بيلف كده. اكيد في فيلد في السنتر بيعمله. شوف روت لك مين، شابتر 6 في شابتر 2. حلو، الفيلد ده هحسبه من انهي رول؟ من ستريت واير ولا السيركل ولا السولينويد؟ هتقول لي يا مستر لا، ما الدايره ديت زي الرينج، يعني هو ايه السيركل كويل. فالبي عباره عن ايه؟ منير، احنا حافظينها ام ان ام ميو ان اي اوفر 2 ار. ماشي، الان بكام؟ ما هو اوربت يعني اكن حلقه واحده، اكن رينج يعني، فهي ميو اي اوفر مين يا شباب؟ اوفر 2 ار. حلو قوي، ايكوال برضه. الميو بقى عندنا، بس الاي يا مستر مش عندنا، مدينا فريكوينسي، يعني مديك فريكوينسي اللي هي دي. هقول لك يا سيدي تحلها ازاي، اوفر 2 ار. ما انت عارف من شابتر 1، شوف حلاوه السؤال ده في ايه؟ ربط لك شابتر 1 بشابتر 2 بشابتر 6. انت عارف ان الاي ايكوال ايه؟ هتقول لي يا مستر كيو اوفر تي، اول قانون خدناه في المنهج. ما هي ان اي اوفر تي؟ طب الان اوفر تي هي لا، هي نيو، فهي نيو اي. تمام، فايكوال ايه بقى؟ نيو اي، ويبقى كده ايه؟ صح كده، ميو ها نيو اي اوفر اي 2 ار. رص بقى الارقام اللي عندك بس وخلاص. يبقى شوف احنا وظفنا شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 6 لحل المساله دي. يبقى الميو 4 باي تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز النيو 6.6 تايم 10 باور 15 والاي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 وال2 تايمز الار اللي هي 5.3 تايم 10 باور نيجاتيف 11. طلع انت البي كده على الكالكوليتر بقى، شفت طلعت لك بكام؟ طلعت 12.52 تسلا، فالاجابه هتبقى يا شباب سي. فورتي وان، اميتر رود ذات از بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا بيج، يعني الرود اهوت في البوزيشن ايه قدامنا، هو بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا بيج، يعني اكن عمود على الصفحه. ماشي، موفز ان سيركلر باث، بيتحرك في مسار دائري، which that is always perpendicular to the magnetic field that is parallel to the plane of the page. تمام، as in the opposite figure, which of the following graphs represent the induced electromotive force across the road through the complete cycle starting from the point A. بدأ منين؟ من البوينت A يا شباب. البوينت A هو الوضع بالنسبة له دلوقتي، هو A بالنسبة للفيلد بارلل، أكنه سلك بالظبط قدامك. طبعا الدايركشن بتاع بناخد العلاقة بين A وA، مش بين الواير نفسه والفيلد، بين دايركشن أوف موشن. هو الفيل فوق اهو بارلل مع الفيلد، ما الفيلد قدامنا اهو. فطالما بارلل فالانجل بالنسبه لنا يا اما 0 يا اما 180، يعني ساين 0 بكام؟ ب 0. يعني اي ام اف في الاول كده عند بوينت A ب 0، وبعدين جه عند البوينت B هغير اللون كده، حرك كده اهو. طب هنا بيربنديكولار، يعني ايه ام اف ماكسيمم عند بي؟ ايكوال ايه يا شباب؟ ماكسيمم، اعلى حاجه. طب وبعد كده جه عند مين؟ عند بوينت سي. ركز معايا، ادي بوينت سي اهي، الدايركشن بتاع الموشن زي البوينت ايه ولا عكسها؟ عكسها. فالالكتروموتيف فورس عند البوينت سي ايكوال زيرو برضه. ليه يا مستر؟ يا حبيبي ما هو دلوقتي بارلل، فلو كانت في الاول زيرو فدلوقتي الثيتا تبقى 180، 180 الساين بتاعها بزيرو. طب كمل عند البوينت دي قدامنا اهي، هتلاقي اتجاه الحركه بتاعته شمال، دايركشن اوف فيلوستي يعني او اوف موشن، عكس بي وهو بيربنديكولار عليه. فالاي ام اف عند بوينت دي ايكوال نيجاتيف ماكسيمم، يعني كان بادئ بزيرو. لو انا بقى برسم كده، ما هنا في ثيتا مع التايم او الثيتا، هي لازم اول ساينوسايدال ويف، ما ينفعش اصلا ايه ولا سي، لازم هي ساينوسايدال ويف، يعني داله جايبيه لان بتتاثر بتغير مع الثيتا.
فبدي من زيرو، وصلت الماكسيمم، رجعت للزيرو، نزلت للنيجاتيف ماكسيمم، وبعد كده ايه، ها هرجع تاني لايه، ما لو وصل لايه تاني يبقى خلاص وصلنا لايه، للزيرو تاني. انهي شكل من دول؟ بي. ففورتي وان هتبقى ايه يا شباب؟ بي. طيب بعد كده 42، ذا اوبوزيت فيجر شوز، هكبر بقى شويه علشان السؤال ده مش مساحته كبيره يعني. شوز تو كونسيتريك رينجز، يعني ايه يا شباب كونسيتريك رينجز؟ لهم نفس السنتر يعني، تمام، of common center C where this radii are by centimeter و 2 by centimeter. يعني خلي بالك لو r1 بباي، r2 بكام؟ 2 باي، يعني ال r2 double ال a ال r1 if both of them are placed in the same plane، حطيناهم في نفس البلين، and each of them carries an electric current as shown in the opposite figure. الرنج الصغيره الاي بتاعتها ب 3 والرينج الكبيره الاي بتاعتها بكام؟ ب 6. فخلي بالك اي 2 دلوقتي ايكوال ايه؟ دبل اي 1 ماشي. Then the resultant magnetic flux density at the point C equal dots. انت ممكن تحلها، تجيب البي 1 بتاع الرينج الصغيره والبي 2 بتاع الرينج الكبيره، هتلاقيهم ايكوال بعض. بس هقول لك على طريقه سهله في الامتحان عشان وقتك في الامتحان. انت عارف ان البي لاي رينج او سيركل او لوب منير قدامك اهي، ممكن تقول بقى ان البي دايركتلي بروبورشن مع مين؟ مع الاي اوفر ار. تمام. لو انت بصيت في الحاله الثانيه الرينج الكبيره يعني، هتقول الاي زادت للدبل بقت 2 مثلا، والار برضو زادت للدبل برضو بقت 2، فايكوال كام؟ 1. يعني ايه ايكوال 1؟ يعني البي الثانيه قد البي الاولانيه ما اتغيرتش، فاكن عندي بي 1 ايكوال ايه؟ بي 2. ماشي، دي شفنا الماجنتيود، تعال نشوف الدايركشن لان الدايركشن هيفرق معانا. هو انا قلت في اول الاجابه زيرو ليه؟ لان شايف السهم اهو، السهم ده لفوق وده لتحت اهو، يعني الصغير ده انت كلوك وايز والكبير ده كلوك وايز، يعني الاثنين عكس بعض، فهيبقى واحد يعني الصغير ده عند السي هيبقى اوت اوف ذا بيج، والكبير عند السي هيبقى ايه؟ انتو ذا بيج، هيبقى اكسس كده، والاثنين قد بعض، البي بتاعت السمول رينج قد البي بتاعت الايه؟ بيج رينج، والاثنين قد بعض واوبزيت ان دايركشن، يعني ايكوال ان ماجنتيود واوبزيت ان دايركشن، فهيكنسلوا بعض، فالاجابه ايه؟ انت في البيت براحتك بقى اعمل لي بي 1 وبي 2 هتلاقوا بنفس القيمه، اعملهم ماينس بعض هيطلع زيرو طبعا. 43 if the radius of the fifth orbit O and the hydrogen atom is 13.25 angstrom. ده قيمة مين؟ ده قيمة الراديوس بتاعت الفيفث اوربت اللي هو الاو. تمام. Then the speed of the electron of hydrogen atom in this orbit equal dots. هو عاوز السبيد. السبيد هتجيبها من انت من المومنتم. الام في ايكوال ايه؟ اتش اوفر لامدا. فهتجيب الفي ازاي؟ هتقول اتش اوفر ام تايمز لامدا. طب هل عندك اللامدا؟ لا، بس انت عارف اصلا السيركمفرنس اللي هي 2 باي ار ايكوال ان تايمز لامدا، هتجيب اللامدا كده لوحدها يبقى 2 باي ار اوفر مين؟ اوفر الان، ان هنا اللي هو مين؟ فيفس اوفر 5 يعني. طيب تعال نجيبها بقى كده مع بعض عشان نجيب اللامدا ديت، هتقول 2 تايمز الباي تايمز ال ار 13.25 بس انجستروم طبعا تايم 10 باور نيجاتيف 10 ديفايدد 5. الاجابه طلعت كام؟ طلع ايه عندي؟ 1.67 كده ابروكسيمتلي تايم 10 باور نيجاتيف ايه؟ 9 متر. ديت الايه؟ اللمبه. عوض لي بقى تحت هنا الاتش لها قيمه معروفه 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34 ديفايد الام الماس بتاعت الالكترون اللي بيلف اللي هو 9.1 تايم 10 باور نيجاتيف 31 تايمز الاتش اللامدا بكام اللي انت طلعتها؟ 1.67 تايم 10 باور نيجاتيف 9. يبقى هنعملها اهي قدامكم على الكالكوليتر.
طلعت لي كده على الكالكوليتر يا شباب 4 3 7 0 6 2.9 طبعا دي متر بير سكند. هتعمل ستاندرد 4 محرك البوينت هنا بين ال 4 وال 3 يبقى 4.37 كده ابروكسيميتلي تايم 10 باور كام حركتها كام رقم 1 2 3 4 5 يبقى تايم 10 باور نيجاتيف تايم 10 باور 5 متر بير سكند. فالاجابه سي. طيب تعالى للسؤال اللي بعده. The opposite figure represent a section of electric circuit جزء من دائره كهربيه. هو عاوز value of resistance R. بص يا سيدي عند البوينت ده هي باينه هي خالص داخل كام 2 امبير وداخل كام 3 امبير يعني هيمر هنا ايه 5 امبير والار 2 ديت هيمر فيها كام 2 امبير برضو. ليه؟ لان الاي 2 امبير هي هنا الاي توتال يا شباب اللي مع الباتري واللي متوصل بالبوزيتيف بتاعت الباتري او بالنيجاتيف بتاعتها هي الاي توتال برضو اللي هي 2 امبير كده. هنا اعمل لي لوب بقى وامشي معايا كده اللوب ده يبقى عندنا في باتري واحده اللي هي 90 ايكوال الاي ديت اي تايمز الار 2 تايمز الار يبقى 2 ار بلس وهيبقى هنا 5 ار تحت وهيبقى هنا كمان ايه 2 ار يبقى ايكوال او 90 ايكوال كلهم كده ايه 9 ار يبقى الار ايكوال 90 اوفر 9 اللي هي كام 10 اوم. فالاجابه ايه؟ تعالى للسؤال 45. When the frequency of the incident light on a metallic surface decreases to the quarter قل للربع then the work function of the metal ملهاش دعوه doesn't change فهي remains يا شباب unchanged. الاجابه دي او الكريتيكال فريكوينسي للميتال برضه doesn't change. 46. The opposite figure showed the two identical coils x and y identical يعني قد بعض في ال n واكيد الاريا اتش اوف دايمنشنز ال ان 2 ال ماشي. ذا تو كويلز ار بليزد ان فورم ماجنتيك فيلد ويتش اوف ذا فولوينج جرافز ريبريزنت ذا ريشوز اوف توركس ويتش افكت اتش اوف كويلز ان بوث اوف ذم اف بوث اوف ذم كاري تحمل يعني ذا سيم الكتريك كارنت انتنسيتي. احنا عارفين التورك ايكوال بيان ساين ثيتا نشوف حاجه هتتغير ولا لا. البيل الاثنين مش هيتغيروا والاي ثابت فيهم الاثنين هو قال الاثنين كاري ايه ده سيم كارنت انتنست اهي في اخر حته في السؤال ونفس الاريا. ليه؟ لان اذا كان دوت 2 ال تايمز ال ال فهي 2 ال باور 2 واذا كان ده ال ودوت 2 ال فالاريا ايه 2 ال باور 2 برضه نفس الاريا ونفس الان هو قال ايدنتيكال وهما الاثنين في الاول بارلل وبعد كده هيبقوا الاثنين مع بعض بيربنديكولار وبارلل وبيربنديكولار مع بعض فالساين سيتا ما اتغيرتش برضه كله ما اتغيرش. فالتركي الاولاني قد التركي مين؟ الثاني ايكوال التركي الثاني فلازم الاثنين قد بعض الاكس والواي قد بعض في التركي بالظبط. الاجابه تبقى ايه؟ دي لان هنا اكس عند 2 والواي عند ايه 2 برضه نفس قيمه الايه التورك. 47 the slow growth rate of the current in the solenoid. طبعا انا عندي سولينويد كده وصله بباتري لو جبت العلاقه بين الاي والتي هل التيار بينمو فيه بسرعه كده ولا بياخد وقت؟ بياخد وقت بالشكل ده. ليه بينمو بقى كده يعني سلو جروس ليه بينمو ببطء يعني في السولينويد بسبب ايه؟ قال لك ديو تو ذا دوتس بسبب ايه؟ generation of the forward induced current لا ده هو طبعا generation of the ايه backward induced electromotive force ده مش نافع. طب generation of the back induced electromotive force ايوه. طب generation of the constant magnetic flux لا طبعا الماجنتيك فلكس متغيره بتبقى كبيره وبعد كده تقل. generation of an electric field inside the coil لا ده هو magnetic field مش electric field magnetic field. فالإجابة هتبقى إيه؟ B. 48
بيقول جروب اوف كاباسيتورز ار كونكتد ان ساتش ا واي بطريقه معينه تو هاف ا توتال كاباسيتنس كام 24. ماليش دعوه يعني هم كلهم اكنهم واحد بس قيمتهم كام 24 مايكرو فاراد. ماشي. If their total capacitance is required to be decreased عاوز اقللها تو كام 8 مايكرو فاراد. الكاباستور يا شباب عكس الريزيستور، لو انا عاوز اقلل قيمه الريزيستور بوصل معاها ان بارلل، لو انا عاوز اقلل قيمه الكاباستنس بتاعت الكاباستور فلازم اوصله ان سيريس، فلازم اوصل معاه واحد سيريس كده عشان اقلل بقى اقلل المجموعه ديت ل 8 يعني. يعني السي توتال ايكوال كام؟ ايكوال 8 مايكرو فاراد. ماشي. By adding a capacitor to this group, so the capacitance of the capacitor which is required to be added to its and its method of the connection R dot. أكيد مش هيبقى parallel، لأن لو parallel هزود، أنا هنا عايز أقلل فأوصلهم سيريس. فالإجابة هي إيه يا سي؟ طيب ما أنا عندي أصلاً في الـ parallel قصدي في السيريس بعمل تعامل نفس الـ parallel. يعني التوتال بتاعتهم إيه؟ الـ 8 إيكوال يا شباب 24 تايمز القيمه المجهوله عندي، انا اعتبرها مثلا واي، يعني الكاباستنس بتاعت الحاجه المجهوله دي، تمام؟ او اعملها تايمز سي عشان هي ليه كاباستنس ايه سي تايم سي اوفر كام 24 بلس سي. انت اعمل بقى كروس فهيبقى 24 سي ايكوال 8 تايمز 24 192 بلس 8 سي. فودي ال 8 الناحيه الثانيه هتبقى كانها كده ايه 16 سي ايكوال 192. فالسي اللي هي 192 اوفر 16 ايكوال 12 مايكرو فاراد. فالسي كده هيكون 12 مايكرو فاراد وهنوصلها ان سيريس في الاجابه سي. السؤال اللي قدامنا ده هو بيقول لك ايه؟ In the opposite figure أو the opposite figure present three long straight wires which are placed in a plane of the page each of them carries an electric current in the direction shown in the figure. ماشي. If the resulting magnetic force acting on on unit length of wire one ده هو الاولاني يعني 3 times 10 power negative 6. ماشي. نيوتن بير متر. And its direction in a plane of the page to the left side قدامنا اهو شمال كده. Then the choice represents the intensity and direction of the current in wire one is dots. هو عاوز قيمته واتجاهه. أولا أنت هات التوتال بي عند الـ A دي. دلوقتي عند الايه ده هيتاثر بكام واير؟ باثنين اللي هو التو ها والثري. التو هيبقى ايه؟ هيبقى بالنسبه له انتو ذا بيج لان التو هنا عند هنا يعمل ايه اكسس لو انت مسكت ايدك اليمين. والثري ده هيعمل عنده ايه؟ دوتس. فاكن في فيلدز عكس بعض. فهنجيب البي من الواير الثاني الاول كده ايكوال 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي اللي بيمر في اللي هي 5 اوفر دي المسافه ده اهي 10 سنتيمتر يبقى 0.1 يبقى هتطلع نعملها ايكوال يا شباب 1 تايم 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. دي البي 2 هات لي البي 3. السلك ده هو بقى ده السلك ده اللي انا عامله عمال اعمل عليه بالاورنج ده هيأثر على الواير اي بي كام؟ هنشوف برضو 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايم الاي اللي بيمر فيه 12 اوفر دي المسافه كلها 30 بلس 10 اللي هي 40 سنتيمتر يعني 0.4 يعني 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايم كام 12 اوفر كام 0.4 طلع لي 6 تايم 10 باور نيجاتيف 6
طلع لي كده 6 تايم 10 باور نيجاتيف 6. من الكبيره اكن تايم 10 باور نيجاتيف 5 هي اللي اكبر، ما البيتو اكبر. فكده الفيلد اللي اوت اللي هو انتو ذا بيج هو اللي بيكسب. خلي بالك الفيلد اللي هو انتو ذا بيج اللي هو اللي انا عامله بالايه بالاكسس باللون الموف ده هو اللي بيكسب. فالبي توتال بقى ايكوال ايه؟ الكبير ماينس الصغير 1 تايم 10 باور نيجاتيف 5 ماينس بقى عادي يا اخي خلصنا ماينس 6 تايم 10 باور نيجاتيف 6 ايكوال كام؟ فور تايم 10 باور نيجاتيف 6. خلي بالك انت عارف ايه؟ عارف ان الاف ايكوال بال ساين ثيتا هنا بربنديكول عارفها ساين ثيتا ب 1. فهو الراجل عايز مين؟ عايز الاي. الاي ايكوال ايه؟ اف اوفر بي تايمز ال. يبقى الاي ايكوال البي ديت يا شباب بي توتال اللي جاله من بره والاي بتاعته والال بتاعته. هو قال لك هنا اف اوفر ال على طول عشان قال لك ايه؟ ذا ريزلتنت اوف ايه؟ ماجنتيك فورس اكتنج اون يونت لينس يعني ال ب 1. طب الاف هنا بكام؟ 3 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اوفر البي توتال اللي هي ايه؟ 4 تايم 10 باور نيجاتيف 6. ده لو واحد ما ضيفها 3 اوفر 4 فهي ايه؟ 0.75 فمش هيبقى سي ومش هيبقى دي. تعال نشوف اتجاهها فين وهشغل الكاميرا انت واخد تكون واخد بالك معايا. هو هتستخدم ايدك الشمال اهي ايدك الشمال اهي. قلت لك هي في الكاميرا بالنسبه لك اليمين بس انت اشتغل والكتاب قدامك واعمل اللي بقول لك عليه. الفيلد لجوه اهو والاف للشمال اللي هو الثامب ده. فهتلاقي انت الكرنت لفوق من A لB فيبقى من A لB وقيمته 0.75 فالإجابة هتبقى B. آخر سؤال بقى في الامتحان ده. In the opposite figure which of the following choices represent the relation between the potential difference between each two points from three points x, y and z. بص يا سيدي الفي باتري ديت ايكوال في باتري اللي تحت قدامك. قال لك ديت في بي وديت في بي والاثنين ما لهمش انترنال ريزيستنس. والار اللي في البرانش اللي فوق ايكوال الار اللي في البرانش اللي تحت تمام. فلازم هيكون الاي اللي طالع من ديت لو انت اعتبرته يعني اي يبقى ايكوال الاي اللي طالع من اللي فوق اللي هي اي. والاثنين داخلين هنا يبقى هنا ايه 2 اي. فتعال نشوف بقى هات لي في اكس واي. في اكس واي ايكوال الاي اللي ماشيه فيها اي تايمز الار اللي ما بين الاكس والواي اهي من الاكس والواي الطريق ده اهو الطريق ده بس كده 2 ار. يعني اكنها 2 اي ار. طب هات لي الفي اكس زد ايكوال في اكس زد. فين اكس زد؟ اللي هي دي كده الطريق اللي انا هعمله مثلا باللون الغريب ده اللي هو الاصفر فسفوري ده اهو اكس زد ده كده. فهتقول الاي اللي ماشي فيها اللي هي 2 اي تايمز الار بتاعتها اللي هي ار فايكوال يا شباب 2 اي ار. فهنا بقى دلوقتي انت اكتشفت ان ايه؟ ان الفي اكس واي ايكوال ايه؟ في اكس زد. فالاجابه بالنسبه لك هتبقى ايه؟ هتبقى بي. لو انت مش فاهم الطريقه ديت افرض ارقام افترض ارقام هتلاقي المساله معاك تطلع على طول. يعني انا مثلا افترض لك هنا ايه؟ افترض لك يا سيدي ان بس مش عاوز اطول وقت الفيديو ان الار مثلا ب 3 فهي 2 تايم 3 كده ديت كام؟ 6 وديت 3 وداخل هنا خارج من ديت كده 2 امبير مثلا يبقى خارج من هنا كام؟ 2 امبير برضه لان نفس الباتر ونفس الريزيستنس. يبقى داخل هنا كام؟ 4 امبير. لو انت تجيب في اكس واي اهي الحته دي كده
مريت انت بكام ريزيستنس يا شباب؟ بواحده بس اللي هي 2 ار دي. فالفي اكس عشان تجيبها هتقول الاي اللي مره اللي هي 2 تايمز الار بتاعتها اللي هي كام؟ 6، يبقى ايكوال 12 فولت. طب هات لي الفي اكس زد، هتقول لي يا مستر اي اللي بتمر فيها اللي هي 4 دي تايمز الار بتاعتها اللي هي كام؟ 3، اللي هي كام؟ 12 فولت برضه. فالفي واكس واي ايكوال في ايه؟ اكس زد. فالاجابه بي. كده الحمد لله خلصنا موديل اكزام 9. شد حيلكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.